دلوقتي مشاهدينا احنا لسه موجودين معاكم، خلينا نروح العلمين ونعرف من زميلنا محمود جميل ابرز فعاليات مهرجان العلمين النهارده. يا محمود صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك يا احمد. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان من مدينه العالمين الجديده. لسه الحقيقه هنا بنستمتع بكل الاجواء الجميله في مهرجان العالمين الجديده بكل فعالياته المتميزه سواء كانت الرياضيه والفنيه مع حاله الطقس الجميله هنا في مدينه العالمين. الحقيقه امبارح تحديدا بالليل كنا بنتابع الاستعدادات النهائيه للانتهاء من الاستعدادات من حفل الفنان تامر حسني اللي هتكون يوم الجمعة الجاية في العالمين أرينا، والحقيقة هي من أهم المناطق اللي موجودة في الممشى السياحي، ودي اللي هتستقبل أول حفلة فنية موجودة ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة فيما يتعلق بالحفلات الفنية. والحقيقة احنا لاحظنا ان امبارح كان بنسبة كبيرة خلاص تم الانتهاء من كل الاستعدادات، الستيج تم الانتهاء منه، فاضل بس حاجات بسيطة في أعمال الإنارة والإضاءة، وكان يتم كمان تنسيق البوابات بحيث بوابات الدخول وبوابات الخروج والأعمال التنظيمية من قبل إدارة المهرجان. والحقيقة يعني في خلية نحل بتشتغل في المكان ده علشان يتم الاستعداد بشكل كبير جدا، علشان طبعا متوقع أنه يكون في استقبال عدد كبير جدا في حفل الفنان تامر حسني. كمان امبارح في الممشى السياحي وفي المول التجاري وفي مدينة العالمين في كل مكان بدأنا نلاحظ كمان الناس اللي بتتكلم على مهرجان العالمين بدأوا يتكلموا ان احنا عندنا حفل الفنان تامر حسني، وبدأوا يتكلموا كمان على الفعاليات اللي جايه في المهرجان. والحقيقه احنا لما دايما بنتكلم مع الزائرين والسائحين هنا في مدينه العالمين كلهم قد ايه مبسوطين وفخورين بفكره وجود مدينه العالمين اصلا، بالطراز المعماري الجميل، بكل الخدمات الترفيهيه والفنيه اللي موجوده فيها، وكمان فعاليات مهرجان العالمين الجديده اللي بيحرصوا طبعا على ان هم يكونوا موجودين في كل الفعاليات، سواء الفعاليات اللي انتهت او حتى اللي جايه، لان احنا لسه عندنا فعاليات كتير. وتم الاعلان طبعا انه يوم 10 اغسطس هيكون فعاليه الفاشن شو، هتكون في النورث سكوير في نفس المكان اللي تم افتتاح وانطلاق الفعاليات المهرجان الاولى منه. وكمان هيكون عندنا حفل الفنان احمد سعد يوم 21 يوم 27 يوليو. بالمناسبه اداره المهرجان اعلنت عن فتح باب الحجز لحفل الفنان احمد سعد عن طريق موقع تذكرتي، واحنا دلوقتي عندنا يعتبر الانطلاقة الاولى في اول اسبوعين. ادارة المهرجان حرصت ان الانطلاقة تكون في اهم منطقتين موجودين في مدينة العالمين، سواء بنتحدث عن المنطقة الاولى في النورث سكوير اللي تم انطلاق الفعاليات فيها جيل التحدي الذهبي والتيك بول، ودي من اهم المناطق والمراكز الخدمات الترفيهية الكبيرة على طول الساحل الشمالي. وكمان العالمين ارينا هي من اهم المناطق اللي اصبحت دلوقتي بتستضيف كبرى الحفلات، سواء حفلات مهرجان العالمين او بشكل عام الحفلات في مدينه العالمين الجديده. وبالتاكيد خلال الايام الجايه وبدءا من يوم الجمعه هنبتدي نستقبل بقى الحفلات الفنيه والفرحه اللي هتكون مسيطره طبعا هنا في مدينه العالمين على الناس، والاجواء المبهجه والمفرحه سواء حتى في الحفلات او هنا على الشواطئ الموجوده في مدينه العالمين الجديده. من مدينه العالمين برجع لكم مره ثانيه في الاستوديو منى واحمد. يعني بنشكرك محمود جميل يعني على هذه التغطية الوافية الكافية، وبنشكرك طبعا على الرصد الدقيق لما يحدث في مهرجان العالم عالمين اللي مصر بتعلن فيه عن وجه جديد، وهو يعني خضها لمهرجان عالمي ودخولها في المهرجانات العالمية، والإعلان أيضا عن أن مدينة العالمين الجديدة هي مدينة عالمية تضاهي كبرى المدن العالمية، ونقدر اللي احنا نستطيع بالفعل تنظيم هذه الفعاليات الكبرى سواء كانت فعاليات فنية ثقافية رياضية وغيرها، وأيضا يعني فعالية الفاشن اللي انت قلت هتكون موجودة إن شاء الله وهتنطلق خلاص خلال أيام قليلة جدا. أكيد مصر تستطيع، كل يوم عندنا قصة نجاح سواء كان تحالف وطني للعمل أهلي تنموي، سواء كان يعني مهرجانات كبرى يعني تستقطب ملايين من السياح، فهي دي مصر وهي دي الجمهورية الجديدة. دايما وابدا هنلاقي تقدم، ودايما وابدا هنلاقي حاجات مختلفة دايما مشاهدينا.